كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. مرحبا بالبيزات والبيزين ديال فيديو جديده. عرفتوا والله العظيم الا نص ساعه هادي وانا جالسه في هاد البلاصه هادي ودايره بحال هكا وكنفكر منين غادي نبدا لكم هاد الفيديو وكيفاش غادي نبداها. ما غاديش تكون فيديو عاديه، غادي يكونوا عده فيديوهات. ما عرفتش صراحه يقدروا يكونوا ثلاثه يقدروا يكونوا اربعه، ما عرفتش. غادي نبقى نصور ونحط. قررت ندير هاد الوثائقي هذا لان اول مره غادي نلقى الفرصه باش اني نحلل الشخصيه ديال الانسان من الصغر ديالو حتى ولا مجرم. والحاجه اللي زوينه بزاف هي ان هذا التحليل هذا الانسان اللي غادي نهضر لكم عليه دارو بوحدو لانه كتب كتاب، واخا داك الكتاب ما عمره ما تطبع ولكن كاين بي دي اف، وداك الكتاب فيه 172 صفحه ولا 176 ما عقلش، المهم 176 بلا ما نقول لكم شحال قريته من مره. قريته 5 ديال المرات كنقراه وكنعاودو. هاد 3 ديال السيمانات الاخرين كلهم وانا كنقرا غير على هذا الانسان هذا، ما كيخرجش ليا في بالي. وفي هاد السلسله القصيره ديال الفيديوهات غادي نطلب منكم بزاف ديال الاحترام، نطلب منكم بزاف ديال التفاهم باش انا تشجعوني انني نعطيكم شي حاجه واعره. هاد القضيه هادي غتكون فيها واحد الفنانه مغربيه اللي هي طرف من هاد القصه، فغادي نطلب منكم عفاكم بزاف ديال الاحترام لهاد الانسانه هادي. اي حاجه غنقولها في هاد القضيه هادي وفي هاد الفيديوهات ماشي الراي ديالي، وانما هذاك الشيء اللي عاود اليوت بفمه. شكون هو هاد اليوت؟ اليوت روجر. غادي نخليكم تكتشفوا معايا بشويه بشويه. الكتاب الا بغيتوا بطبيعه الحال تقراوه لان انا حيدت منه بزاف 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 ديال لي ديتاي، شي حاجات اللي كانوا ما غيفيدوا القصه في والو، بزاف ديال السميات حيدتهم ما بغيتش نذكرهم. بطبيعه الحال غنخلي لكم لو ليان ديال هذا الكتاب هذا اللي سميتو ماي تويستد وورد مانيفيستو ديال اليوت روجر. نعاود نطلبها منكم مره اخرى، عافاكم عافاكم عافاكم، واخا نتوما ديما كتحترموا ولكن في هذه القصه هادي بغيت اكثر ديال الاحترام لجميع الاطراف. واخا تسمعوا شي حاجه ما غتعجبكمش على بلادنا اولا على ثقافتنا اولا على شي حاجه، لان كاين شي حوايج شي شويه قاصحين، عافاكم. حاولوا تفهموا هذا الشخص هذا وما تعايروا حتى شي طرف من هذه الاطراف، بليز كنطلبها منكم. بلا ما نطول عليكم بيزات وبيزين، الا كنتو ريدي ليتس جو. بحال ديما قبل ما نهضروا على اليوت روجر غادي نهضروا على والديه. بابا سميتو بيتر روجر، انسان اللي معروف، واصلا هما كانوا عائله لاباس عليهم بزاف في الانجليز، وعائله كيف ما كنقولوا ديال البريستيج، ناس كلاس، لاباس عليهم من زمان يعني كابرين في الخير، وكانوا من اغلى العائلات في الانجليز حتى جات ذا جريت ديبريشن ودمرت كل شيء، دمرت بزاف ديال الناس اللي كانوا لاباس عليهم. ذا جريت ديبريشن الا بغينا نترجموها كلمه بكلمه هي الاكتئاب العظيم، وفي العالم ديال الايكونومي كتعني لا كريز اللي دمرت بزاف ديال البلدان. ماما اليوت سميتها شين وجايه من لاشين نيتشينويه وتزادت في ماليزيا، وفاش كانت باقا صغيره، ماشي صغيره صغيره طفله يعني كبرات وقرات، ولكن كانت باقا جون كيف ما كنقولوا، غادي تمشي للانجليز باش تخدم كفرمليه، ولكن كان عندها واحد الخدمه سبيسيفيك كانت كتخدم فرمليه غير في التورناج ديال الافلام، يعني كتكون تما ربما الممثلين ولا شي واحد يحتاج شي حاجه فكتكون هي تما فرمليه باش دير تدخلات سريعه ديالها. وبطبيعه الحال بيتر غادي يتلاقى مع شين وغادي تجوجو من بعد علاقة ديال الحب، طبيعة الحال غادي يكون زواج عن حب. وعامين من مور الزواج ديالهم في 1991 غادي يتزاد اليوت اللي عليه هاد الفيديو اليوم. الحمالة باليوت ما كانتش مبلانية، ما كانوش نقدروا نقولوا باغينها، كانوا مازال باغين يتسناو شي شوية، ولكن شين كانت مرضات وخدات واحد الدواء، وداك الدواء بحال قلب ليفي ديال الكينة دمنع الحمل اللي كانت كتاخد وحملات. وفي 24 جويليه 1991 غادي يتزاد اليوت، ولكن واخا هكاك غادي يكونوا فرحانين به بزاف بزاف بزاف. اليوت غادي يتزاد في واحد لاكلينيك في لندن، والسميه ديالو الكامله هي اليوت اوليفر روبرتسون روجر. بيتر بابا اليوت غادي يكون مخرج ومنتج فيلم ميكر، يعني كيدير بزاف ديال الحوايج في السات ديال الافلام، وغادي يكون حتى مصور، وغادي يكون كيخدم في الافلام زوينين، فغادي يكونوا لاباس عليهم ويكونوا عايشين حياه زوينه. غير شهرين مور ما غادي يتزاد اليوت، غادي يمشي في اول فاكونس ديالو اللي غادي يتبعها بطبيعه الحال سلسله ديال الرحلات، وغادي يديه والديه في واحد الرحله في القارب كيف ما كنقولوا، يعني في باطو كبير غادي يمشيو لفرنسا. ومده قصيره من بعد ما غادي يرجعوا غادي يقروا انهم يتحولوا من لندن للكاونتري سايد، يعني غادي يتحولوا للعروبيه كيف ما كنقولوا حنا، البلاصه خارج على المدينه. وتما فين غادي يدوز اليوت السنين ديالو الاولى ديال الطفوله، وغادي تكون زوينه بزاف، بلاصه كبيره وبعيده وفيها ليسباس فين يجريو الاطفال وكل شيء. واليوت غادي يعيش في ديك الدار شي حوايج زوينين اللي ما عمره في حياته ما غادي يعاود يعيشهم.
بطبيعة الحال فاش تزاد إليوت كان خاصهم يديروا واحد تغييرات في حياتهم، لان ما كاينش اللي يشدو. فماما كان خاصها تخلي الكارير ديالها كممرضة باش انها تبقى مع ولدها في الدار وتقابلو، وبابا بطبيعة الحال كان كيخدم باش كيصرف عليهم. وماما تشين يعني جدات إليوت من طرف ديال ماما غادي تجي باش تسكن معاهم، هو كان كيعيط لها اه ما يمكن بالشينوية هي جداتي ما عرفش صراحة، المهم هكا كان كيعيط لها هو، وغادي تجي باش تسكن معاهم باش تعاون في التربية ديالو، وغتبقى معاهم مدة ديال سنوات. غادي يدخل إليوت الحضانه، وغادي يدخل لواحد المدرسه اللي سميتها دورست سكول. هذيك الحضانه وراود داكشي كان فيها غير الوليدات، يعني اول بويز سكول، كاين المدارس اللي كيكونوا فيهم غير الاولاد، كاين المدارس اللي كيكونوا فيهم غير البنات. هذه مدرسه بريفي يعني خاصه وفيها غير الوليدات، وإليوت ما كانش عجبو الحال بزاف لان قال لك بانه كان كيلبسوا داك اليونيفورم ديال المدرسه، وديك اليونيفورم كانوا فيها التقاشر طوالين حتى الركبه، وما كانش كيحمل دوك التقاشر لان قال لك كانوا كيضروه في رجلاته. فاول اكسبيرينس في المدرسه ما كانش زوينه، ما عجباتوش لان التقاشر كانوا كيعذبوه وما كانش كيبغي يمشي وكان كيبكي وكلشي. غادي يدوزوا شويه ديال السنين، وإليوت غادي يدار 4 سنين، وفاش دار 4 سنين كان ديجا سافر لستة ديال الدول، مشى لفرنسا، مشى لاسبانيا، مشى اليونان، مشى لماليزيا، ومشى الامريكان، وبطبيعه الحال لانجلتير اللي هي اصلا زاد فيها. المهم ديما كيمشي مع والديه فاش كيسافروا، وفي هذه المده هذه فاش إليوت غيكون دور 4 سنين بحال هكاك ماما غادي تحمل عاوتاني، ولكن هذه المره كان حمل لي متفقين عليه هي وبيتر، يعني كانوا باغين يحملوا، كانوا باغينها هي تحمل. وواحد من الاسباب علاش بغاو يولدوا بيبي تاني هي باش ان إليوت يكون عنده خو ولا اختو باش يتوانسوا، باش ما يبقاش قانط بوحدو. وغادي يكتشفوا انها بنوته، وإليوت بطبيعه الحال غادي يكون فرحان. وغير شويه قبل ما يكمل 5 سنين، قبل ما يعلمي هادو ديال 5 ماما غادي يجيها الوجه وغادي تولد. فعلا شين غادي تولد بنوته وغادي يسميوها جورجيا، ومده قصيره بزاف من مور ما تزات جورجيا غادي يقروا انهم يرحلوا في مره الامريكان ويبقاو يرجعوا لانجلتير غير في العطل. هاد القرار طبيعة الحال كان مينلي يعني اكبر سبب اللي دفعهم انهم يرحلوا هي الخدمه ديال بيتر في امريكان. راكم عارفين بان كاين فرص اكثر في هذا المجال هذا ديال السينما والتمثيل والاخراج وكل شيء. فبيتر قال بان الا مشى لامريكان غادي يقدر يعطي اكثر، يقدر يولي لاباس عليه اكثر. هو دائما كان كيبغي اكثر، باغي الفلوس اكثر، باغي الكاريير ديالو تكبر اكثر، وهذا الشيء مزيان. الطموح احسن حاجه تقدر تكون عندك، غير ما خاش الطموح ينسيك في شي حوايج اخرين اللي مهمين اكثر واكثر واكثر من الفلوس. فاش شين وبيتر غادي يجيو عند إليوت وغادي يهضروا معاه على انهم غادي يرحلوا لامريكان، هو غادي يفرح، ولكن اصلا كانت عنده 5 سنين يعني ما مستوعبش ان امريكان بعيده، ان حياته كامله غادي تتبدل. هو غير فرحان انه يمشي لبلاصه اخرى وصافي. وفعلا في الاول بيتر غادي يمشي بوحدو لامريكان باش انه غادي يلقى لهم الدار وكل شيء، حيت ما يمكنش يدي جوج ديال البيبيز. الامريكان عادي بدا يقلب تما على الديور، فغادي يسافر بوحدو وفعلا غادي يلقى دار زوينه. وغادي يعيط لإليوت وشين غايقول لهم راني لقيت الدار وداك الشيء، وإليوت غادي يكون فرحان يقول له واش فيها لا بيسين، غادي يقول لي بيتر اه فيها لا بيسين، وإليوت غادي يزيد يفرح اكثر انه غادي الامريكان عنده الدار فيها لا بيسين وداكشي. وغادي يجي اليوم المنتظر، فغادي يجمعوا حويجاتهم، إليوت غادي يمشي للمدرسه باش غادي يقول باي باي لصحابو كاملين اللي كانوا كيقراو معاه، وغادي يركبوا في الطياره، وغتكون هذه هي البدايه ديال حياه جديده ليهم كاملين. فاش كنقولوا حياه جديده دائما كنفكروا في حياه احسن، ولكن شي مرات حياه جديده ما كتكونش احسن، كتكون كفس بزاف من هذيك الحياه اللي كنا عايشينها، والتوقعات ديالنا كاملين كيطيحوا في الارض. غادي يوصلوا الامريكان وغادي يمشيو لدارهم الجديده، وديك الدار كان فيها شي شويه ديال الاتات ولكن ما فيهاش كلشي، ولكن إليوت عاقل مزيان بانه فاش حل الدار بانت ليه تلفازه وبان ليه كانابي يعني فوتوي، ولكن قال بانه كان عيان بزاف بزاف بزاف، كان باغي غير ينعس، فمشى نعس. وفي الصباح فاق عاد بدا كيقلب في الدار، كيمشي للبيوت كيشوف اين بيت بغى ياخذ. صافي تانستالاو في الدار، شراو داك الاتات اللي خاصهم وكلشي، وبداو حياتهم. ومن بين الحوايج اللي خاصهم يديروه في بلد جديد هي يقلبوا على المدرسه لإليوت. فباباه غادي يبدا يقلب المدارس اللي كاينين في ديك المنطقه اللي ساكنين فيها على احسن مدرسه يقدر يلقاها، ومن بعد ما غادي يقارن بزاف ديال المدارس غادي يختار انه يدخل واحد المدرسه سميتها باين كريست. بطبيعه الحال كانت مدرسه خاصه، وكان إليوت غادي يدخل تما باش يقرا الراود لان دابا عنده 5 سنين. المشكله الوحيده هي ان هاد التحويل هذا راه كان في وسط العام، ماشي تسناو للصيف ولا شي عطله باش يديروه. فإليوت هاد المده هادي كامله ما كانش كيقرا، حابس من القرايه، ما كيمشيش للمدرسه. وفاش غادي يدخل لهاد المدرسه ديال باين كريست قال لك بان ما عجبوش الحال بتاتا، لان المعلم ديالو ما كانش بيشنت معاه، ما كانش صبور معاه. وكيف ما كنقولوا حنا في استراحه فاش كانوا الولادات كيخرجوا يلعبوا كل شيء، المعلم ديالو كيبقى يقول ليه انت غادي تبقى جالس في القسم باش انك دير التمارين بزاف باش تقدر توصل للولادات الاخرين، وهذا الشيء ما عجبوش. بطبيعه الحال ما يمكنش وليد
وليد عنده 5 سنين كيشوف الولادات كاملين كيلعبوا وهو جالس بوحدو، وإليوت غادي يقول لماما وباباها شنو كيدير ليه المعلمة شنو كيدير ليه المعلم، فما غيتقبلوش هذا الوضع هذا وغادي يبداو يهضروا مع شي صحابهم اللي كاينين تما في امريكان. واحد صاحب بيتر غادي يقول ليه راه كاينه واحد المدرسه احسن من هذيك، دخل ليها إليوت غادي يكون حسن تما، وفعلا غادي يبدل ليها مدرسه وغادي يدخل لواحد المدرسه اللي سميتها فارم سكول، واليوم ديالو الاول تما غادي يكون مزيان عادي، حتى المعلمين غيكونوا ظريفين معاه، غادي يبقاو يقدموا ليه الولادات الاخرين، يعني غادي يعجبو الحال. وداك العام كامل فارم سكول غادي يكون مزيان، إليوت غادي يولي عنده صحابو، غادي يكونوا كيلعبوا معاه في الاستراحه، غيكون كيلعب، يعني كلشي غيكون غادي مزيان. غادي يسالي العام وإليوت غادي خصو يمشي الاليمنتري سكول اللي كنقولوا لها حنايا البريمير، يعني باش يدير التحضيري وداكشي، وغادي خصو عاوتاني يبدل المدرسه لان فارم سكول ما فيهاش البريمير، فضروري كان خصو يبدل المدرسه. غادي يدخلوا والديه لواحد المدرسه بريمير سميتها سيرانيا افينيو اليمنتري سكول، ويلا غادي يدخل غيبدا يتوالف شويه، ووالديه غادي يعطيوه واحد الخبر جديد عاوتاني، غادي يقولوا ليه بانهم غادي يتحولوا من المدينه اللي ساكنين فيها غادي يمشيو لتوبانغا، وعاوتاني تغيير جديد في حياه إليوت، خصو يمشي لمدرسه جديده. فعلا والديه قيدوه في توبانغا اليمنتري سكول وغادي يدخل يقرا تما، وغادي يبدلوا حتى الدار. وإليوت قال بان ديك الدار الجديده اول ما شافها حماق عليها، كانوا فيها جوج ديال لي زيتاج وكانت كلها بالخشب. وفي هاد المده هادي اللي إليوت كان كيقرا فيها في التحضيري، بيتر بابا كانت الكارير ديالو غدا مزيان، يعني كانت الخدمه ديالو غدا مزيانه، كيربح بزاف ديال الفلوس غادي وكيطلع، وبطبيعه الحال بحكم الخدمه ديالو فكان قليل اللي كيكون في الدار، دائما عنده لي ديبلاسمون. وجابوا واحد ناني، جابوا واحد المساعده كتساعد ماما شين باش انها تربي الوليدات، وإليوت كان كيدوز الوقت ديالو كامل مع ماما ومع ديك الناني. وواخا التبديلات ديال المدرسه كاملين، التحضيري ديالو داز مزيان، كلشي هو هذاك، جاب نقطات مزيانين، المهم ما كان عنده حتى شي مشكل. فاش إليوت غادي يدير 7 سنين غادي يجي واحد الخبر صادم غادي يدمر ليه حياته. غادي تجي ماما عنده وغادي تعطي واحد الخبر صاعقه، غادي تقول ليه انا وباك غادي نتفارقوا. إليوت صدم صدمه ديال العمر، لانه هو بالنسبه ليه بابا وماما كانوا كيبغيو بعضياتهم، كانت العلاقه ديالهم زوينه، يعني ما وجدوش لهذا الخبر هذا نيشان، جاوا قالوا ليه غادي نتطلقوا، ومن مر ما عطاوه الخبر بطبيعه الحال ما يقدروش يبقاو عايشين اونصامبل، هما غادي يتطلقوا. فبيتر غادي يبقى في ديك الدار الكبيره ديال الخشب، وشين غادي تمشي تسكن بوحدها في ديك المدينه نيت توبانغا، ولكن بطبيعه الحال الدويره ديالها كانت صغيره ماشي بحال الدار ديال الخشب الاخرى اللي كانت كبيره وفيها لا بيسين وكلشي. وإليوت وجورجيا كانوا غادي يبقاو مع ماماهم استيمانه كامله ويمشيو عند بيتر غير في الويكند. وبطبيعه الحال بما ان شين ما كانتش خدامه فبيتر كان ضروري خاصو يعطيها النفقه باش انها تصرف على الاولاد. وباي ذا واي ما قلت لكمش علاش شين وبيتر تطلقوا؟ بكل بساطه لانني انا براسي ما عارفاش، ما لقيتش الصراحه السبب وما قلبتش اكثر من القياس حيت ما كيهمنيش، المهم تطلقوا متفاهم. إليوت في العمر ديال 7 سنين ما تقبلش هذا الخبر، كنظن بانه ما تلقاش الخبر بطريقه صحيحه، هذا الراي ديالي بوحدي، كنظن بانه كان يقدر يتلقى الخبر بطريقه احسن، كانوا يمشيو عند شي سيكولوج يقولها لي، كانوا يوجدوه بشويه بشويه. فاش الطفل كيكون عند بالو راه والديه العلاقه ديالهم مزيانه وكتجي كتصدمو بالخبر ديال الطلاق ما كيتقبلهاش، فهو كيقول بان في ديك اللحظه حياته كامله تبدلات، ولاو عنده جوج ديال الديور، ما مولفش كيشوف والديه مفارقين، في الويكاند حياته كتقلب لانه خاصو يمشي عند باه، المهم مخو كامل تخرب. قال بانه في دوك الايامات كان كيبكي بزاف حيت كان كيحس بان الايام الجميله كامله اللي كانوا كيعيشوها كعائله سالات، بان داكشي ما عمره ما غادي يعاود يجي حيت ما عمر والديه ما غادي يعاودوا يرجعوا لبعضياتهم. وحاجه اخرى اللي كنظن اثرت عليه هو ان حتى النيفو ديال حياته تبدل، السيد كان عايش في دار واعره داكشي خطير، ومشى لبارتما صغيره، هذيك البارتما كانوا فيها جوج ديال البيوت اللي ساكنه فيها مو، وكان بيت واحد خاصو يتقاسموا مع خصو جورجيا، فما كانش فرحان، وغتكون هذه اصغر دار سكن فيها إليوت من نهار تزاد. وقت قليل من مور هادشي غيدخل في هاد القضيه هادي واحد الشخص جديد، واحد الشخص اللي مهم، غيكون طرف مهم بزاف 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 في هاد القضيه. في الويكند اللي إليوت وجورجيا غادي يبقاو مع باهم غادي يمشي باش يجيبهم للمدرسه، وفاش غيدخلوا للدار ديال بيتر غادي يتصدموا، غتبان ليهم تما واحد المراه. إليوت قال بان اول امبريشن جاتو عليها هي ان شعرها كحل ولابو ديالها بيضاء بحال هكا وصفها في المانيفيستو ديالو اللي كتب. وباباه غادي يقول ليه واحد الخبر غير متوقع، غادي يقول ليه بان هذيك المراه غادي تولي ساكنه معاه من اليوم فصاعدا. وإليوت ما غاديش يستوعب هذا الخبر الجديد لانه بالنسبه ليه ما يمكنش باباه دغيا يلقى مراه جديده من مور ما تفارق مع ماما، وما كانش عارف حتى الكونسيبت ديال جير فريند، ما كانش عارف هو بالنسبه ليه مراه وراجل ما يمكنش تكون علاقه من غير الزواج، عادي وليد عنده 7 سنين مازال ما عارف حتى شي حاجه على العلاقات. فهذيك العلاقه بين باباه وديك المراه بحال لا شوكاتو، هذيك المراه غادي تقدم راسها لإليوت وجورجيا وغتقول لهم انا سميتي سميه. الشخصيه اللي غتدخل في القصه ديالنا هي ممثلة المغربية سمية أكعبون.